قلق وشك وخوف وعدم ثقة بأنفسنا قبل الآخرين موضوع شائك يؤثر على حياتنا بشكل كبير. سنخصص لكم بضع دقائق من وقتنا هذا اليوم لاستكشاف هذا المفهوم وتأثيره العميق على صحتنا النفسية وعلى جودة حياتنا. طبعا هذه الدقائق لن نغور ويعني نبحر في الأفكار السلبية، وإنما سنتكلم عن كيفية الانتقال إلى وتحويلها إلى أفكار إيجابية حتى نبني على أساسها حياة أكثر جمالا وأكثر إشراقا. مع ضيفتنا عبير عياش، اختصاصية العلاج بالطاقة والعافية في مركز هوم أوف ويلنس في دبي. عبير السلام عليكم، تحياتي. وعليكم السلام. يا مرحبا. أفكار سلبية نتعرض لها، وطبعا البعض يعني يغوص وتغوص هذه الأفكار وتتغلغل في الداخل، منها وليدة اللحظة، منها نتيجة فترة زمنية، منها ممكن من مراحل الطفولة الأولى، تجارب مر بها الشخص وهذا المشهد يتكرر. نعم. طبعا نحتاج إلى فلتر، نحتاج إلى من يصفي الجسم من السموم والنفس من الهموم أيضا. تفضلي. نعم. إذن شو سبب هالأفكار السلبية وليش الغالب أكتر على الفكر هو النمط السلبي؟ في شيء مصطلح عرف حديثا أطلقه شخص اسمه دينيس بريغر، هو نظرية أو متلازمة المربع المفقود. شو بيعني؟ بيعني أنه في شخص جالس في قاعة ما وبيطلع بالسقف وبيلاقي أنه في هذا السقف في مربعات، لكن مربع واحد مفقود، فبيترك كل هذا الديكور وجمالية المكان وبيركز على هذا المربع المفقود. لماذا يعمد الإنسان إلى التفكير فقط بالجانب السيء؟ نعم. إذا ما نفهم هذا الموضوع ما نفهم شو هي ماهية العقل. نعم. في شيء بكياننا شيء اسمه العقل الواعي والعقل الباطن، أكيد. نعم. في ناس كتير سمعوا بهيدا الشيء. العقل الباطن أو اللاواعي يشكل 90% من وعينا. شو يعني؟ يعني عنده قدرة أنه يعالج تقريبا 20 مليون جزئية معلومة بالثانية، بينما العقل الواعي يعالج 50 فقط، 50 جزئية بالثانية. يعني تخيل أنت، يعني كل شيء أنت عم تفكر عم تتصرف فيه بشكل واعي هو نتيجة لمعالج. فشو وظيفة هذا العقل الواعي وليش هالقد هو له تحكم علينا؟ بكل بساطة هو مخلوق أو معمول أو مهندس أنه يساعدنا على الحفاظ على البقاء. لذلك يعمد دائما إلى أنه يبحث ويراقب شو هو الشيء المخيف، من أين ممكن يأتي الأذى، من أين ممكن يأتي الخوف، من أين ممكن يأتي الشيء ممكن يسبب لي مشكلة لأماني. إذن هو نوع من الحماية. يعني. هو من الحماية. نعم. لذلك هو يبحث دائما عن الشيء الغلط أو الشيء المش مزبوط. نعم. لا يجهزك أنت بشكل لاواعي لأنك تحمي نفسك. نعم. فلذلك كل التجارب المخزنة داخلنا هي فايلات من خلالها نحن نخلق منظورنا إلى الحياة. لذلك نحن كيف ربينا بطفولتنا، شو تعلمنا، شو التجارب اللي اكتسبناها، شو طبيعتها، من خلالها نرى الحياة ونسقط على هذه الحياة شيء إيجابي أو شيء سلبي. نعم. فإذا أردنا أن نغير نظرتنا يجب أن نتفحص نحن شو هو مفهومنا، الفايلات المبرمجة داخلنا، ونعيد برمجتها وفهمها. طيب هذا بيطلب أنه ننظر إلى ذاتنا، إلى الداخل. نعم. يعني نفهم ذاتنا أول حتى. نعم. نفهم العالم من حولنا يعني. نعم. لكن هل كل شخص منا قادر على القيام بهذا الأمر؟ يعني كل واحد منا فعلا قادر على أنه يفهم نفسه بالطريقة الصحيحة؟ نعم. أنا بقول أنه هذه مسؤولية شخصية. نعم. كل شخص مسؤول أنه يعملها تجاه نفسه. نعم. وتبدأ يعني التغيير يبدأ عندما الإنسان يأخذ المسؤولية، يتحمل مسؤولية نفسه. يعني بسألك سؤال، يعني قديش استثمرت بنفسك بالدراسة؟ نعم. استثمرنا 10 20 15 سنة 20 سنة بالدراسة كي نبدي نحن كارير مهنة لنا. قديش استثمرنا بفهم نفسنا؟ نعم. قديش مهم نحن نستثمر بفهم نفسنا؟ يبدأ الموضوع أول شيء أنه نحن نبدأ نسأل حالنا، يا ترى هاي ردة الفعل عم تأتي من مكان إيجابي يقدر أن يبني لي حياة، أو عم تأتي ردة فعل؟ إذا عم شوف أنا عم تأتي ردة فعل، وعادة ما تكون ردة الفعل أكبر بكثير من الموضوع الحاصل. نعم.
فبدي أبدأ أبحث عن بذرته. ممكن بشكل كتير بسيط في شيء اسمه التدوين أو التفريغ العاطفي اللي هو يكون فيه جورنال، يكون فيه أجندة نحن يوميا نجلس ونعيد حسابات أو قراءة اليوم اللي نحن مرينا فيه ونكتب كل شيء مرق معنا، ونحن عم نكتب العقل اللاواعي يتحرك بشكل انسيابي بهذه الكلمات على الورقة. هيدي من أول أساليب المساعدة إنه نفهم شو فيه بداخلنا. تاني شيء ممكن أن نلجأ للمختصين إنه يساعدنا لفهم ليش أنا عندي دايما مخاوف غير مبررة بالحياة، ليش عندي أنماط بتخليني أنعزل عن الحياة بدل من أني أطلع على الحياة وجب جابها. كمان هيدا نمط ممكن يساعد. الطرق الأخرى اللي ممكن تساعدنا هو بتغيير كيميائية الدماغ أو الجسم. ومن أسهل الطرق اللي ممكن نعملها، حكينا مرة الماضية عن طريقة التنفس اللي هو تقريبا الشيء الوحيد اللي لنا سيطرة عليه في هذه الحياة. إذا قدرنا سيطرنا على تنفسنا بشكل معين، مارسنا تمارين التنفس واليقظة الذهنية، يعني مع هذا النفس أنا أكون واعي لجسمي ومشاعري، فبجذب كل وعي إلى داخلي بدل ما كان كل وعي يكون إلى عالم الحوالي، وأبدأ يصير أفهم أنا ليش عم بعمل ردات الفعل. وكل ما مرنت نفسي على هذا الشكل أصبحت أستطيع أن يصير عندي تفاعل مع اللي عم بيصير معي، مش ردات فعل. طيب، حينما كنا نتكلم عن بعض الأشخاص يعني على موضوع الكتابة وموضوع حتى الامتنان، أنه أنت الصبح لما بتستيقظ صباحا يعني تذكر يعني من أثر في حياتك بطريقة إيجابية، ويعني وجه له بطريقة ما كلمات من الامتنان والشكر طبعا. وهذا الشيء بيساعدك على تغيير أو توجه في تفكيرك بالأحرى، يعني التوجه في التفكير وبالتالي التوجه في الحياة بشكل عام بالطريقة الصحيحة. فكان يستغرب أنه يعني معقول هذا الأشياء أنه بدأ فعلا تغير دي. أي صحيح. أعطيك مثال. لحظي ويريت اللي عم بيسمعنا كمان يجربه. تخيل الآن أنت عيونك مفتوحة أو مغمضة أنه في بإيدك قطعة ليمون. هالقطعة أنت عم تقرب على تمك، عم بتشم ريحتها، وبعد شوي عم تعصر قطعة الليمون في فمك. لاحظ شو بيصير، يعني أقل من 5 ثواني صار في إفرازات لعبية. فإذا فكرة أخذت 5 ثواني أدت إلى تغيير بكيميائية الجسم من الداخل، فمعناته الفكرة هي مؤثرة على الجسم المادي، والطاقة يعني تتبع وين هو تركيزك الفكري. كمان بعطيك مثال تاني، إذا في شخص عم بيدور أنه يشتري سيارة حمراء، فلأنه عم بفكر بهذا الموضوع كل ما يمشي بالطريق بيشوف فقط السيارة الحمراء أو السيارة الماركة اللي هو عم بيدور عليها. فأنت بالمجال اللي توجه. بتركز فيه فكرك يصبح وعيك هو يصطاده، يعني بيصير بلاح وبيصطاده بيركز عليه، وهذا بيقوله بيصير كأنه يجلبه إلى واقعك أو حيزك. قانون الجذب يعني الجذب. طيب، يقول محمود درويش: أنا بخير، رضوض في المشاعر وكسر في الخاطر وبعض خدوش على الذاكرة. يجيب الطبيب، يقول الطبيب: لا شيء مميت، خلع في الروح فقط. إذا أردنا أن نستخلص الثلاثية المهمة جدا والتي يجب أن يكون بينها تضافر وتناسق وتناغم، الجسد والعقل والروح، كيف؟ هلأ الإنسان يتعرض لأزمات كبيرة بالحياة وبيقولوا له قانون الطبيعة دائما يجازي أو يكافئ الأقوى. شو يعني؟ يعني نحن خلقنا جسديا ونفسيا فكريا وعاطفيا، وعندنا كل الريسورسز الموارد داخلنا أنه أي أزمة نمر بها نستطيع أن نمتصها، نعالجها، نختزنها، ومن خلالها نطلع بشيء جديد، يعني نخلق شيء جديد من كل الظروف اللي نحن مرقنا فيها. الجسم عندما يصاب بفيروس الجهاز المناعي بيشتغل ويخلق مضاد لهذا الفيروس داخليا. كمان نحن نفسيا وفكريا عندما نتعرض لهذه المصاعب، إذا استطعنا أن نتحرك بوعينا فوق الدراما ونشوف ونفكر يا ترى شو هي الحكمة الكبرى أو العليا وكيف يمكن أن أستفيد منها، شو ممكن أنا تعلمني لأستفيد منها وأتخطاها، يمكن أن نتخطى هذا الموضوع
بمهما كان قاسي ومهما كنا عم نشعر بحالة من الهزيمة. يعني ربنا ما بيعطينا شيء أكبر من طاقتنا. كل إنسان عنده شيء، بيواجه شيء بحياته لابد من وجود طاقة داخله تستطيع التعامل معه. أحيانا الإنسان بحاجة أن ينكسر حتى يستطيع أن ينهض، مثل ما قلنا العظم أحيانا بيصير أقوى عندما ينكسر ويرجع يتجدد في الشفاء. نعم، لكن الانكسار والخذلان يعني ربما يكونوا من أصعب يعني المواقف اللي بيتعرض لها الإنسان. طبعا هنا يعني تكمن قوة شخصية الشخص كيف يتعامل مع هذا الانكسار وكيف يتعامل مع الخذلان، حجم التوقعات، وأيضا نعود إلى أنه ينظر إلى داخله ويجيب أنه من أنا وما دوري في المجتمع. صحيح. طبعا بالإضافة لأنه نحن انخلقنا مش لوحدنا في هذه الحياة، لذلك انخلقنا عائلات وجماعات. الطريقة للمساندة النفس أولا تقوية التواصل الروحي. كل ما صار في عنا تواصل روحي أقوى، هذه الطاقة اللي نجلبها من العالم الخارجي الروحي يعمل بشكل تلقائي طاقيا على ترويج. بيقول لك صلة الرحم. ليش مهم صلة الرحم؟ لأنه الإنسان بحاجة أن يشعر أنه ينتمي. لأنه مصدر كل الشعور بالخوف والعجز وانعدام الحيلة لما الإنسان يحس لوحده أنه لوحده بالحياة. كل غاية الإنسان هو أن يشعر أنه هو ينتمي إلى عائلة، ينتمي إلى مجتمع حاضن لإله. فالتواصل الاجتماعي، صلة الرحم، القربة، التسامح هو من أقوى الوسائل أنه تعيد الأمان إلينا. ثالث شيء الحركة البدنية. لما بيتحرك الجسم تتغير الإفرازات الهرمونية بالجسم وتقلل الكورتيزول والأدرينين، هني هرمونات الضعف، وتزيد من هرمونات السعادة. كمان هناك شيء آخر فينا نسميه السوشيال هايجين أو النظافة الاجتماعية. يعني قديش نحن بهمنا أن يكون محيطنا نظيف، لكن نحن مين في حوالينا؟ شو الأشخاص اللي حوالينا؟ هل هن أشخاص سلبيين، أسيديين، مسيئين، أو هم أشخاص بنائين يعني خيرين يعملون على الخير؟ كمان موضوع آخر يساعد على إخراجنا من هذه الانهزامية هو أن نجعل نفسنا أعضاء فعالين بالمجتمع. يعني نختار موضوع أكبر منا، موضوع ممكن يفيد البيئة، ممكن يفيد المجتمع، ممكن نكون متطوعين لخدمة كبار السن، ممكن نكون متطوعين للاهتمام بالأطفال. فلما نخلق قضية أكبر منا ونحس لنا أنه عم نعطي للغاية الكبرى، عم نزيد من هذه الطاقة أن نطلع من هذه الحفرة اللي نحن موجودين فيها. طيب، هناك مقولة سأختم بها طبعا لقاءنا لهذا اليوم: كلما كان العطاء كثيرا أو كبيرا كان الخذلان أشد إيلاما. ما رأيك؟ العطاء دائما يعطي عطاء. إذا الإنسان بيعطي وهو في انتظار مقابل رح يكون أكيد عنده خذلان. ولكن عندما يعطي الإنسان نتيجة للغاية الكبرى، الخير الأكبر، لأنه عم بيعطي نتيجة للخير الأكبر، فقانون الطبيعة يجازيه بالضبط بقيمة ومقدور اللي عم بيعطي. فكما تعطي أنت تكتسب. نعم، ودائما يعني يجب أن نركز على العطاء، وأنه فعلا حتى نشعر بالسعادة اللي بتنبع من الداخل، وهذه اللي بتعطينا أيضا قوة وبتعطينا نوع من وتحقق لنا نوع من التوازن بشكل أساسي في هذه الحياة طبعا المتلاطمة الأمواج. وكل الشكر لعبير عياش، اختصاصية العلاج بالطاقة في هوم أوف ويلنس في دبي. عبير، شكرا جزيلا لحضورك. شكرا لكم.